عامان على انطلاق تظاهرات تشرين التي أفضت بإقالة حكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بعد وضع قانون جديد لها. ناشطون في البصرة يستذكرون التظاهرات بكل ما حملت من صعوبات ومآس وما قدمته من تضحيات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة. أكثر شيء حققته ثورة تشرين هو وعي الشارع العراقي، وصار عندهم معي احتجاجي. اليوم أي شيء يشوفه المواطن العراقي من قضايا فساد يقدر يطلع عليه، وصار عند الخوف راح، يعني كل شيء يشوفه ضد القانون والفساد اللي يصير يطلع عليه. هذا أكثر شيء حققته تشرين. المطالب مستمرة إلى هذا اليوم، تشرين مستمرة وهي في الآن في فترة السبات. تشرين أسقطت الأحزاب والميليشيات بصورة جيدة. اليوم كقانون انتخابات وانتخابات مبكرة أدرك الشارع أنه الشارع العراقي وحجم الميليشيات والأحزاب، والدليل اعتصاماتهم ومطالبتهم بإعادة الانتخابات. فيما استذكر آخرون ضحايا التظاهرات من الناشطين والإعلاميين، من بينهم الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، مطالبين بالقصاص العادل من الجناة وعدم التسويف والمماطلة في إصدار العقوبات بحقهم، بالإضافة إلى كشف الجهات التي تقف خلف تلك الجرائم. نقف اليوم كمتظاهرين ثورة تشرين العظيمة المباركة أمام مجلس القضاء الأعلى في محافظة البصرة لمحاكمة المجرمين في جريمة قتل الشهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي رحمة الله عليهم جميعا. ولكن الأهم من كل شيء، نطالب من القضاء العراقي أن كشف عن أسباب الجريمة ومن هي الجهات التي دفعت هؤلاء المجرمين لارتكاب جريمتهم. ما هو الجريمة التي ارتكبها أحمد عبد الصمد وصفاء غالي لكي يقتلا بهذه الجريمة البشعة؟ وكلنا ثقة بالقضاء العراقي العادل. صفاء هو إنسان راقي، طيب أخلاقه، تيبته وين المجتمع، هو مصور ما يكتب كلمة ولا يضوضاء بالشوارع، مصور كامل ينقل الحدث ويرسله للعالم. شنو اللي سوى صفاء غالي حتى يقتل هذه الجريمة البشعة اللي أدت إلى فقدان صفاء غالي من البصرة، من أهله، من إخوانه؟ ومع حصول بعض التشرينيين على مقاعد نيابية في الانتخابات البرلمانية، فإنهم مطالبون بعدم الانخراط في حكومة تبنى على أساس المحاصصة والفساد بحسب ناشطين. لقناة ون نيوز الفضائي أثير العبادي، مدينة البصرة.